مرة لا بيتقدم مرة تانية وبيستفيق وبيرجع لمكانته الطبيعية. معايا عبر الهاتف صديقنا العزيز والشخصية المحترمة جدا أستاذ محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم. يا محمد بيه مليون مبروك، تاني نادي ضمن وجوده في دوري المحترفين الجديد، مليون مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور إيهاب، ودي بجد تهنئة أسلاك صدري، الله يرفعك. وبشكرك، بشكر قناة صدى البلد على الحفاوة والاهتمام بالفوز النهاردة. انتوا جديرين بكل تأكيد، لأن انتوا من الناس اللي بتضيف لمنظومة كرة القدم لما بتكونوا موجودين سواء في الدوري الممتاز أو في الدوري القسم الثاني، فمكانكم الطبيعي وسط الكبار بكل تأكيد. ولكل جواد كبوة، وهو موسم الحمد لله عدت سريعا وخطوتين اتنين على دوري المحترفين على طول، وبكل تأكيد الفرحة النهاردة كانت كبيرة، وأنا عارف إن حضرتك النهاردة اللعيبة احتفلت بيك جامد النهاردة. هو اللعيبه لغايه دلوقتي احنا كنا بنتعشى بعض، سامع الدوشه طلعتهم بره لكن كنا بنحتفل طبعا مع اللعيبه، هم رجاله وقدموا حاجه كويسه، ودي حاجه الحقيقه بتفرحنا جدا. يعني معاك مدير فني قادم وبقوه احمد عيد عبد الملك، برضو لازم نديله حقه النهارده. والله طبعا هو طبعا كابتن احمد عيد عامل حاله جيده جدا، عنده قدره جامده جدا على ان الاولاد تلتف حواليه وتلتف حول اهدافها، فدي حاجه بجد يعني من المكاسب الكبيره اللي حققناها السنه دي وجود احمد عيد معانا. شايف الدوري الجديد دوري المحترفين اللي هيكون من 20 نادي، والسنه دي دوري القسم الممتاز بيه او القسم الثاني مشتعل بسبب الدوري ده، تنافس حتى الاسبوع الاخير هيكون في 3 مجموعات عشان اللي يصعد دوري ممتاز واللي يكون موجود في دوري المحترفين. تصورك للدوري ده يا محمد بيه. بص يا دكتور، أنا عايز الأول أقدم تحية كبيرة جدا جدا جدا، والحقيقة كان نفسي أكون مع مذيعة تانية أقول الكلام ده عشان أنت عضو اتحاد الكورة، لكن الحقيقة التحية واجبة لهذا المجلس اللي هيتحسب له على مر التاريخ إن هو أول مجلس يجرؤ، وبقولها بالمليان يجرؤ، على أن يقوم بتفعيل هذا النظام اللي هو دوري المحترفين. الدوري ده لو ما كانش بقى لنا 20 سنه بنتكلم فيه، وانت من الناس اللي هي كانت اتكلمت فيه كتير كلنا الحقيقه من ايام من 3 مجالس فاتت. فالمجلس دوت لو حتى ما عملش اي حاجه، فانا اعتقد ان دي بس تحسب له كقيمه كبيره جدا هيعملها لصالح الكره المصريه، لان عشان نبقى بنتساوى مع أندية أوروبا إن إحنا عندنا دوري ممتاز ودوري محترفين أو دوري درجة تانية على مستوى عالي جدا، له نفس مميزات ونفس القيمة التسويقية ونفس القيمة الإعلامية. فده الحقيقة عمل يضيف للكرة المصرية نهضة كبيرة جدا جدا، أنا بحيي اتحاد الكرة عليها. وإن شاء الله هيبقى في رابطة هتدير هذا الدوري برضو زي رابطة الأندية المحترفة، وده هيبقى شيء برضو إن شاء الله يكون يعني في صالح الدوري الجديد. انا حبيت ابارك لحضرتك سريعا، هيجمعنا اللقاء ان شاء الله في الاستوديو واتشرف بيك طبعا كقيمه كبيره جدا. ده شرف ليا حبيبي، يعني ان شاء الله باذن الله. مليون مبروك مره ثانيه لحضرتك. شكرا. ولكل القائمين على النادي شكرا جزيلا.